هلا احنا بدينا بالسله الخامسه، طبعا اربع سلات وزعناها والسله الخامسه 100% في محافظه نينوى. الموجه عندنا نستلمها العدس التركي اضافه الى الفاصوليا التركيه اضافه الى المعجون التونسي التركي اضافه الى زيت الدار وزيت التونسي اضافه الى الرز التايلندي. احنا اضافه الى سكر الاتحاد طبعا. المواد اللي عندنا كلها درجه اولى من ماشاء عالميه، يعني ما عندنا بها اي شيء، اي مواطن عنده اي شكوى او خلل يجي للمخازن المواد الغذائيه. أنتم تراقبون عملية توزيع البطاقة التموينية للمواطن؟ نعم، عندنا لجان تخرج على الوكلاء مو على المواطن، على الوكلاء شوف شو عندهم المواد إضافة إلى الرقابة التجارية. لكن المشكلة حاليا أن أغلب المواطنين ما يسحبون المواد من الوكلاء. الوكلاء يعني لحد الآن المواد عندهم، يعني السحب من المواطنين قليل على المواد الغذائية. يعني يا ريت المواطن يسحب من الوكيل مواد. وأقول للمواطن احنا بدينا بخمس وجبات، الآن انتهينا من توزيع خمس وجبات 100%، وراح نبدي إن شاء الله اليوم لو غدا بالوجبة السادسة. زيت الدار ما هي مشكلة زيت الدار؟ زيت الدار ما بي مشكلة، قلت لك كان بي صودا، هسه شالوا صار عباد الشمس، كان الصودا قلت لك قبل يخلون عليه، هسه لا صار عباد الشمس. أي مشكلة ما يقول يطلع من الريحة ما لا لا هسه حاليا هاي وجبتين أي ريحة ما بي، قلت لك كان قبل فول الصودا، حاليا لا عباد الشمس. التمن اللي موجود نفسه اللي يسلم للوكيل تمن شنو انشاء؟ احنا التمن عندنا كله هاي صار لنا خمس وجبات كله تايلندي، كله تايلندي، ما عندنا غير التايلندي بالمخازن. التايلندي طبعا هو من نسميه التايلندي الحبه الطويله، اطلع اشوفكم منه تشيس راح افتح لك اياه واشوفك اياه. منشأه زين؟ كله منشأه، يعني التايلندي ارقى تمن طبعا هو. حاليا العقد مع وزارة التجارة كله تايلندي قاعد يجينا. نجي على المعجون، أي نوعية عندنا هسه حاليا؟ احنا عندنا معجون التونسي وجينا الزير، بس الزير شيء قليل، يعني الأغلبية يعني 95% جينا التونسي. 95% التونسي التركي، إضافة إلى الزير التركي، بس الزير يجينا قليل، يعني الأغلبية التونسي. عندنا عدس، عندنا معجون، حاليا استلمنا زيت. وإن شاء الله مستمرين بالاستلام. حمص. المخزن مالك مختص بشيء لو تستلم كل شيء؟ والله احنا المخازن ما مختصين بشغله خاصه واحده، يعني اي ماده تجينا نستلمها كامين مخزن، اي ماده تجينا نستلمها. يعني من تجي السياره او اللوري اللي محمل تسجل عندك المواد؟ طبعا عندي سجل خاص اسجل بيه وادقه مستند، ادق المستند للسائق ونطيل المستند نطيل السائق وخليه يطلع. يعني يتم مطابقة ما محمل وما عندك بالمخزن؟ إيه طبعا وياه. طبعا مثلا مكتوب 30 جنيه، أيه. لازم تطلع عندك 30 جنيه، اي على حسب الاكياس مثلا 800 800.